بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى هيكون حديثنا حول الكلينيكال فاسكولار اناتومي اوف ذا برين، او الفاسكولاريتي اوف ذا برين، او الكلينيكال اناتومي اوف ذا بلاد سبلاي اوف ذا برين. واتكلمنا قبل كده على البلاد سبلاي اوف ذا برين. الهدف اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، الاوبجكتيف بتاع الكلينيكال فاسكولار اناتومي اوف ذا برين، هنراجع على المين ارتري والفين سبلاي ذا برين. هنتعلم الكلينيكال اناتومي في الاريا اوف سيريبرال كورتكس سبلاي باي بارتيكولار ارتري تو اندرستاند، ماشي، الديسفانكشن اللي هتحصل نتيجه البلوك. لما يحصل بلوك اي ارتري ايه اللي هيحصل؟ هنشوف السيركل اوف ويلز، ماشي، وازاي بتغذي الانترنال كبسول. الحاجات الكلينيكال المهمه بقى اللي هنتكلم فيها، خليك لماح مركز. ما اول حاجه سيريبرال اسكيميا، ناخد نفس كده ونروق ونقول يا سيريبرال اسكيميا، نشوف معلومات ذهبية حلوة قدامنا حوالين السيريبرال اسكيميا. بتفكرنا بإيه؟ بتفكرنا إن 15% من البرين جاية من إيه؟ الريستن كاردياك أوتبوت، يعني من الكاردياك أوتبوت بناخد 15% للبرين. البرين سبستانس، ماشي، في برانشز أوف كير، ماشي، but no further anastomosis take place. الانستموزس اللي موجوده فين؟ على البرين سيرفيس. الانستموزس على بره على البرين سيرفيس ديت vital collateral circulation. vital collateral ديت مهمه جدا، ماي بي included. السيريبرال اسكيميا اسبابها ايه؟ ممكن يحصل حاجه في الهارت، كورونري ثرومبوز، تؤدي الى كاردييك ارست، تؤدي الى سيريبرال اسكيميا. يلا بينا، ايه اللي بيحصل بعد 5 ل 10 ثواني لو البلد اوف ذا برين اوكيز وقف؟ يحصل سيريبرال اسكيميا. يبقى تحصل السيريبرال اسكيميا من 5 ل 10 ثواني، 5 ل 10 ثواني لو البلد اللي راح للبلين وقف. طب امتى ترجع؟ كومبليت اريست اوف سيريبرال بلد فلو، كومبليت اريست تدينا ايرريفرسبل، ايرريفرسبل برين دامج مع الديث اوف نيرفس تيشو. ولكن بعد 5 دقائق، 5 دقايق، لو بعد 5 دقايق الدم رجع يحصل ريفيرزابول. يلا يا شباب، يلا يا شباب، بعد كده هنتكلم على السيريبرال ارتري سيندرومز. سيريبرال ارتري سيندرومز يعني هناخد البرانشز بتاع الانترنال كاروتيد ارتري لو حصل فيها اكلوجن، انتيرو سيريبرال ارتري حصل فيه اكلوجن، ماشي. ايه اللي بيحصل بقى؟ عند حاجتين اتنين، لو بروكسيمال للانتيرو كوميونيكيتد اللي هو موصل ل السيركل اوف ويلز بروكسيمال له ديت مفيش منها مشاكل، الكولاترال سيركيوليشن usually adequate to preserve a circulation.
ماشي، لو عندك اوكلوجن للانتيريو سيريبرال ارتري بروكسيمال للانتيريو كوميونيكيتنج ما فيش مشاكل عشان الكولاترال هتغطي. لو عندي الاوكلوجن ديستال للكوميونيكيتنج ارتري، ديستال للكوميونيكيتنج ارتري هتدينا ساينز بقى ومانيفستيشن، هتدينا كلينيكال مانيفستيشن، هتدينا مشاكل. لو الاوكلوجن ديستال للكوميونيكيتنج ارتري ماشي، ايه المشاكل اللي هتحصل؟ كونترا لاترال هيميباريسيز او واند هيميسنسوريولوس بتشمل الليج والفوت اللي هي بري سنترال بيول اوف كورتكس. يبقى لو الاوكلوجن ديستال، ركز بقول لك اهو، ديستال للكوميونيكيتنج ارتري هيحصل كونترا لاترال هيميباريسيز هيميسنسوريولوس وبتشمل الليج والفوت. inability to identify objects correctly في أبسي في personality changes اللي هي هتبقى أثرت على الفرانتال والبرايتال لوب. في عميد السيريبرال أرض لو حصل لك أوكلوجن الساين والسيمتوم vary، هتختلف according to site of occlusion and degree of cerebral collateral anastomosis. ايه المانيفستيشن اللي هتيجي بتاع الميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن؟ خليك لما واحفظ وركز، ايه لما الميدل سيريبرال ارتري يحصل الاوكلوجن ايه اللي يحصل؟ كونترا لاترال هيميباريسيز وهيميسنسوريولوس، ماشي، كونترا لاترال هيميباريسيز اند هيميسنسوريولوس، هيميباريسيز وهيميسنسوريولوس، ماشي، تشمل ايه؟ مينلي الفيس والارم، ماشي. ادي اول حاجه. تاني حاجه افيزيا، هيحصل افيزيا، بنقول ان هي ايه؟ افيزيا، يحصل افيزيا لو الليفت هيميباريسيز هيمسفير افكتد، ماشي. يبقى انا اول حاجه كونترا لاترال هيميباريسيز هيميسنسوريولوس شامله الفيس والليج، نمره 2 افيزيا، نمره 3 كونترا لاترال هيمومناوس هيمي انوبيا هيمومناوس هيمونوماس هيمي انوبيا هيمومناس هيمومناس هيمي انوبيا اللي هو عمى نصفي في الجانب المعاكس عشان الاوبتيك راديشن. نمرة 4 يحصل انوسوجونوزيا. يبقى دلوقتي يا ميدل سيريبرال ارتري هتدينا ايه لما تتقفل؟ يقول لك هديك كونترالاترال هيميباريسيز وهيميسنسوريولوس وشامل الفيس والار، هدي لك هيمي افيزيا، هدي لك كونترالاترال هيمومناس هيمي انوبيا، هدي لك انوسوجونوزيا. يلا يا شباب، كده عرفنا الانتيرو سيريبرال ارتري اوكلوجن والميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن. يلا يا شباب، البوستيريو سيريبرال ارتري اوكلوجن حصل له اوكلوجن، ايه اللي هيحصل؟ هيجي لنا ايه المشاكل؟ الساين والسيمتوم برضه على حسب الاوكلوجن والديجري اوف كولاترال سيركوليشن. ايه اللي هيحصل يا بوستيريو سيريبرال ارتري؟ هيقول لك ادينك ايه؟ كونترا لامناس كونترا لاترال هيمومناس هيمي انوبيا. ادي اول حاجه فيجوال اجونيزيا، ماشي، impairment of memory. يبقى انا عندي ثلاث حاجات مهمين في البوستيريور سيريبرال ارتري، اتنين يخصوا البصر، عمى نصفي في الجانب المعاكس بنسميها هنيموناس هيمي انوبيا وفيجوال اجونيزيا، عمى نصفي، والميموري بتنضرب في البوستيريور سيريبرال ارتري. خلاص بصير سيريبرال ارتري، شكرا ان بصير سيريبرال ارتري. طب الانترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن ديت تحدث وزود سيمتوم اور ساين،
نتيجة سيريبرال ماسيف اسكيميا ديبندنج اون ديجري اوف كولاتر انستموزس الانترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن. ايه السيمتوم اللي هنشوفها؟ ماشي، كونترالاتر هيمي باريسيز هيمي انستيزيا، كونترالاتر هيمي باريسيز هيمي انستيزيا، كونترالاتر هيمي باريسيز هيمي انستيزيا. موجوده فين؟ في الانترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن بارشل او كومبليت لوس اوف سايت كير ان ذا سيم سايت. ديت اللي بنقول عليها ايه؟ انترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن. خليك لماح واحفظ وركز. بعد كده يا شباب نقل على ايه؟ الفيرتيبرو بازيلر ارتري اوكلوجن. يعني الفيرتيبرال والبازيلر حصل لهم اوكلوجن. الكلينيكال برضه هتعتمد على الفارد اند ماي انكلود ذا فيلم ابسي لاترال بين اند ابسي لاترال بين. نفس الم في نفس الايه؟ المكان والتمبريتشر اند تمبريتشر سنسوري لوس اوف ذا فيس كونترالاترال بين اند تمبريتشر سنسوري لوس اوف ذا بودي. ماشي يا شباب؟ يبقى دلوقتي هنقول ابسي لاترال بين وتمبريتشر سنسوري لوس اوف ذا فيس اوف ذا فيس اند كونترالاترال بين وتمبريتشر سنسوري لوس اوف ذا بودي. يبقى في ابسي لاترال وكونترالاترال، ابسي لاترال بين وتمبريتشر سنسوري لوس في الفيس، وكونترالاترال بين وتمبريتشر كونترا في الناحيه العكسيه اوف ذا بودي. يبقى الفيس ناحيه في نفس المكان والجسم في الناحيه الثانيه بين وتمبريتشر والسنسوري لوس في الفيس والبين والتمبريتشر والسنسوري لوس في البودي. ده كونترالاتر وابسيلاتر، يعني شامله حاجتين اثنين، ابسيلاتر في الفيس وكونترالاتر في البودي. بعد كده المانيفستيشن بتاع الفيرتيبرو بازلر اكلوجن، بازل ارتري اكلوجن اتاك اوف هيمي انوبيا اور كومبليت كورتيكال بلايندنس. ادي نفس الايه؟ اتاك، يا اما اتاك من هوبا انوبيا او كومبليتلي كومبليت كورتيكال بلايند. نفس المانيفستيشن ممكن يحصل ايه في نفس الجانب؟ ابسي لاترال لوس اوف جاج ريفلكس ديسفاجيا هورزنس نتيجه الليجن اوف نيوكلياي اوف جلوسوفارينجيال والفيجاس. ممكن يحصل في الفيرتيبرو بازلر ارتري اوكلوجن ايه كمان؟ فيرتايجو نستجمات نوزيا فومتنج. ممكن يحصل في الفيرتيبرو بازلر ارتري اوكلوجن كمان ايه؟ ابسي لاترال هورنر سندروم. ممكن يحصل في الفيرتيبرو لاترال ارتري اوكلوجن ايه؟ ابسي لاترال اتاكسيا اند ايه اذر سيريبيلر ساين. ممكن يحصل في الفيرتيبرو بازلر ارتري اوكلوجن ايه؟ يونيلاترال او بايلاترال هيمي باريسيز. ممكن يحصل اخر حاجه في الفيرتيبرو بازلر ارتري اوكلوجن يحصل كوما. يلا يا شباب ادي الفيرتيبرو بازلر ارتري اوكلوجن. سيريبرال ارتري سندرومز في سيريبرال بلاد فلو امبيرد، بلاد فلو قليل، وايه اسبابه؟ ديزيز بتعمل لخبطه في البلاد بريشر، التريشن بلاد بريشر، ديزيز بتعمل لخبطه في الارتيريال وول، ديزيز بتعمل بلوكج بلوكينج بلوكج اوف ارتيريال يوم. ايه حكايه بقى البوتشرال هايبوتنشن؟ البوتشرال هايبوتنشن دي ظاهره موجوده، بتبقى موجوده في الراجل اللي بيصحى من النوم، في الجنود، في الراجل المصلي. الراجل اللي بيصلي وهو راكن وقاعد وراكع وساجد، ايه اللي هيحصل؟ الجنود اللي واقفين على طول، الراجل اللي نايم، نقول الراجل اللي نايم البيشنت جيت اب بيستيقظ افتر بين كونفين تو بيد فور سفرال دايز. الجنود السولدر تفضل واقفه لمده طويله في الجو الحار، المصلين نيلنج اند كراشنج ماي
اكسبيرينس. ايه اللي بيحصل؟ يحصل ايه؟ اكوموليشن اوف فينوس بلاد انزلم. يبقى عند المصلين الناس النايمين الجنود يحصل اكوموليشن في الفينوس بلاد اوف زلم اور امبير ويحصل امبيرمنت في الفينوس ريتيرنال ظهر. اللي رايح للفينوس ريتيرنال ظهر يقل، يحصل سيكوينت كونسيكوينت فيل، يحصل في الكارديك اوت بوت بتقل، هتقلل الايه اللور ارتيريال بلاد بريشر. ماشي، ايه يحصل؟ الارتيريال بلاد بريشر هتقل، الجنرال ارتيريال بلاد بريشر لور. بعد كده لما يحصل الارتيريال بلاد بريشر لور السيريبرال بلاد فلو يحصل له دي مشكله البوتشرال هايبو تنشن. يلا يا شباب، يلا يا شباب، في حاجه في بنسميها فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. الفيزيكال والسايكولوجيكال تشوك ايه سببها؟ ايه نقص البلاد بريشر؟ هيدينا فيزيكال تروما. اوتوموبيل اكسيدنت هتدينا فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. السيرجري هتدينا فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. الاوردر اذر ممكن يحصل فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. الكلينيكال سايد بتاع الفيزيكال وسايكولوجيكال تشوك، البيشنت لوس اوف كونشسنس، هايبر فنتيليشن، انكزايتي. يلا يا شباب، يلا يا شباب، كاروتيد ساينس سندروم. تعرف ايه عن الكاروتيد ساينس سندروم؟ اسبابه ايه؟ دي او السايد بتاعه اول حاجه في ثوابت له السايد والكوزس وازاي والكلينيكال بيكتشر. السايد بتاعته في البروكسيمال اند اوف انترنال كاروتيد ارتر. يبقى في عندي البروكسيمال اند اوف كونترنال كاروتيد ارتر. في كاروتيد ريسبتور سنسيتيف تو تشينج اوف ارتيريال بلاد بريشر. الريسبتور اللي موجوده بنسميها في الكاروتيد ساينس سنسيتيف للي تشينج في الارتيريال بلاد بريشر. ايه اللي بيحصل؟ ديستنشن اوف ارتيريال وول. ديستنشن اوف ارتيريال وول هتسبب ريفلكس سوولوينج سلوينج. ماشي، ديستنشن اوف ارتيريال وول هتعمل سلوينج اوف هارت ريت وتعمل فيل في البلاد بريشر. ازاي؟ انكريز النمبر اوف نيرفز امبلسز. ماشي، نتيجة الديستنشن اهوت النيرفز امبلسز هتزيد في النمبر، هتروح للساينس نيرف. خلي بالك من الساينس نيرف اللي هو برانش من الجلوسوفارنجيال نيرف، اللي هو الساينس نيرف كونكت للكارديو انهبيتوري اند فازوم موتور سنتر. يبقى هنا الحته الفتاكه الجميله بتاعتنا بتاع الكاروتيد ساينس سندروم، حكايه الايه الساينس نيرف. نزود النمبر اوف امبلسز الساينس نيرف يشيلها اللي هو جاي من الجلوسوفارينجيال نيرف ويقوم طالع على الكارديو انهبيتوري اند فازو موتور سنتر. هيجي لك ايه؟ الكاردو ساينس سندروم بالكلينيكال بيتشر سيريبرال اسكيميا اند لوس اوف كونشسنس. يلا يا شباب، يلا يا شباب، سيريبرال انيوريزم. انيوريزم انيوريزم في سيريبرال انيوريزم موجود. موجود فين؟ موجود فين يا جميل يا انيوريزم؟ اقول لك في السيركل اوف ويلز ات جوين فورميشن اوف سيركل اوف ويلز بين الفيرتيبرال اند بازلر ارتري. اسبابك ايه يا سيريبرال انيوريزم؟ اقول لك انا كونجينيتال، ممكن اكون كونجينيتال، ممكن اكون ويك في التونيكا ميديا بتاع البلاد فيزلز، ضعف في التونيكا ميديا بتاع البلاد فيزلز. هيبقى هيحصل عند ضعف هيحصل لوكال دايليتيشن. لوكال دايليتيشن اللي هي انيوريزم، اللي انيوريزم ده ممكن يحصل فيه اسيروما. طب الكومبليكيشن بتاع السيريبرال انيوريزم هيحصل ايه؟ ضغط على الاوبتيك نيرف. ماشي، والسيرد والفورس والسكس كرينيال نيرف. هياخد النيرفات بتاع الاي كلها، اوبتيك سيرد سكس كرينيال نيرف. ممكن يحصل رابشر، يحصل رابشر للسب اراكنويدز بيز. طب السيريبرال انيوريزم الكلينيكال بيكتشر
severe pain if it followed by mental confusion. الكلينيكال بيكتشر بتاع سيبرال انيونيزم ديس ماي كويكلي كير. السيبرال انيونيزم هي ممكن يحصل يفضل البيشنت سيرفي فيرست الاول يحصل له بليدنج اونلي لغايه ما يموت او فيو دايز او البليدنج ده ممكن لغايه ما يموت لغايه فيو دايز اور ويكس ليتر. شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.